السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أرحب بكم من جديد. إذا أصدقائي، هذه السلاكة جديدة، الطيور تاعي يعني، ما جديدة، هذه قديمة، راني ننتج بها في سنوات ورجعتهم لها في البيت تاعي. إن شاء الله أتأقلم معها ويكون إنتاج وفير. إذا أصدقائي، راح نتكلموا إن شاء الله على تقديم المحفزات للطيور، يعني بما أنه رانا قريب ندخلوا في موسم التزاوج، بقية شهر أو شهرين. إذا كاين اللي راه يسأل على تقديم المحفزات لهذا الطيور، هل راك في الطريق الصحيح أم ستخطئ؟ كاين البعض لو كان تسألوا يقول لك تقدر تقدم لهم المحفزات من الآن، يعني تدير بالقطرة، تعود الطيور تاعك إن شاء الله من على شهر ولا شهرين يكونوا تعودوا عليها ويجهزوا. لكن أنا بصفتي مربي طائر الحسون ونخدم بالطبيعي، لا أنصحك بها نهائيا، بما أن الطيور تاعك مش متعودة عليها من قبل، ما قدمتهاش في مرحلة غيار الريش، غير ما كان له تريسكي، يعني غير ما كان له تريسكي، دير حسابك ما تمد حتى حاجة، ما تمد لهم والو، خليهم يطلعوا سلامة، خليهم يطلعوا بالطبيعي. صاي بديت معايا البرنامج وراك تتبع فيا بالك في سنوات، ولا بديت تتبع فيا من الآن، ولا راك من الصيف تتبع فيا، تبع واش راني نقولك. إذا كنت تثيق فيا تبع واش راني نقولك، إذا ما كنتش تثيق فيا وما كنتش تثيق في الطبيعي أنك تقدر تنتج الحسون طبيعيا، روح استعمل المحفزات هذه. الى مرضت لك الطيور ولا طاحت لك في غيار ريش خاطئ، راح تخسر كلش. اول شيء رانا نتكلموا بمصلحه الطيور. انا كي تعيش عندي الطيور بصحه جيده وتعيش لي مده طويله، هذيك هي الفائده. اما الانتاج مجرد هوايه اخرى، يعني هوايتي الاولى هي تربيه الطيور، الانتاج راهو تحدي وراهو هوايه اخرى. انتجت فتبارك الله، ما انتجت تبقى الطيور تاعي بصحه جيده. علاش لازم نقدم لها هذيك وهذيك؟ اصلا كي تنتج بالمحفزات وتحتم الطيور تاعك على الانتاج، اصلا ما تحسش روحك خدمت. ما تجيش تقول لي راني عندي خبره في تربيه الطيور، ولا راني انتجت المقنين، سيب وراك راك حيه كبيره. لا، ما دام ما انتجتهاش طبيعي، غير ما كان لها تقابلني وتقول لي راني حاجه كبيره، غير ما تزيدش تقولها. هذه كي تخدم به ناتيرال، هذاك هو الصح. وشكرا.